السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. بعد إذن حضرتك شيخنا، هو إحنا بس طلب من القسم النفسي رقم وعندنا كذا سؤال بس أستاذ حضرتك. نعم، ماذا قلت؟ إحنا ثلاث طلبة وعندنا كذا سؤال أستاذ حضرتك، يعني لو هنطول شوية. الآن يعني ولا إمتى؟ حاليا هو إيه هي صحة حديث صحة نص خطبة الوداع اللي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته؟ نص ايه؟ خطبة صحة خطبة الوداع اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها قبل وفاته. لم في جزء منها في صحيح مسلم ثابت وله شواهد، وفي اجزاء فيها ضعف، لكن يعني مش هي ليس في الحديث بتاع طريقته فيكم تمسكتم به لقد ضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هل هذا صحيح؟ لفظ سنتي في هذا الحديث من حيث السند لا يصح، ولكن له شواهد مثل حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث